عارف عندي لك تحدي باك تقعد واحد من الشباب وتسوي فيه مقلب وتقول له انت ايش عندك تتكلم من ورا ظاهري ايش الكلام هذا باك تمشي عليه الفيلم اي احد اي احد انت اختار صقر حبي كيفك علي والله بخير صحه وعافيه يا رب لك الحمد اقول لك طيب الحمد لله انت ما تستاهل تروح تكلم بدران تقول له نايف اخطا فيني ونايف غلط من ورايا الحين انت بعد هذا الكلام العشره ذي اللي بيننا كلها تقوم تروح من ورايا وتقول لي بدران بدل ما تيجي عندي على البيت تكلمني يا ابويا ما تهديها ابويا انت تبدا تتكلم من جد اكيد اتكلم من جد يعني بدر بزر بيجي يقول اي كلام يا ابويا عيب تعرفني صقر تعرفني انا دسام انت أنا اصيب ما اضر انا تعرفني انا اصيب ما اضر والله بحق انا بدران انا اقول كلام زياده بدران طب عادي يا علي انت قلت بس مو قصدك انك تكره نايف انت بس بتنقل كلام وهذا في شخصيتك تنقل كلام كمان